وعليكم السلام ورحمة الله. سير النتيجة ديال السرعة وديال التهور شنو فين كتوصل المولا. النتيجة ديال السرعة والتهور كان غيقتل عائلة بأكملها لولا لطف الله سبحانه وتعالى على سلامتهم. بعدا الحمد لله ملي ما وقع عليهم والو، سلام السيدة اللي كانت راكبة القدام. النتيجة ديال السرعة وديال التهور ديال بنادم ما كيكونتروليش راسو، خصوصا هاد الشارع هذا بلي ترافو اللي فيه. الحمد لله لطف الله وعلى سلامتهم. وهاد الطريق ديال مديونه راه طريق الموت، حنا دائما تنسميوها طريق الموت. هاد الطريق هادي دائما كيوقعوا فيها حوادث سير بالجمله وماتوا فيها الناس بزاف. طريق ترونات هنا، طريق تحبسات، يعني لولا التواجد ديال رجال الدرك الملكي اللي كانوا في عين المكان وتيحاولوا انهم يحيدوا العرقله ديال السير مشكورين. اكيد ما كانش بنادم غيلقى منين يدوز. دابا الناس اللي جايين من طريق النواصر من المطار ما غيعرفوا والو علاش هاد العرقله. الحمد لله ان رجال الدرك الملكي راهم في عين المكان كيديروا الخدمه ديالهم، كيحاولوا انهم يسرحوا في الطريق. ريثامة جي ديباناج باش تحيد الطوموبيلات اللي دايرين لاكسيدون. مشاهدي قناة شوف تي في، المشكل اللي كاين في هذا الطريق مديونه هو واحد الدوكار غاديه كاينه شويه السرعه، ضرب في طاكسي من اللور ومشات للجنب ديال الفوسي غطيح، تهزات من اللور السيد مول الجولف غادي ويطيع عليه، طاحت عليه من القدام ديالو. يعني كون كان غادي بشويه وعطيه مسافه الامان ما يدخل لا في طاكسي ما يضرب لا جولف لا والو. هو ديك السرعة ديك الضربة اللي ضرب في الطاكسي تهزات الطوموبيل من اللور، صدقات الطوموبيل اللي وراها طايحة فوق منه. الطريق هادي بعدا طريق الموت، هاد الطريق فين من كيتغطاو فيها المسافات وكذا، دابا الناس من غيولوا شنو كيطلعوا. حبسوا دابا تحبسات الطريق مع كاين الأشغال كيصايبوا في طريق مديونة. زيارات ولاو كيطلعوا الناس للفوق. الروينه 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 السيدة عرفتي اللي شافها الله يسر يقول
حادثة سير خطيرة، فمقدرش توقعات في المطلوبين بسبب تعور ديال بعض السائقين. هنا في الطريق هذه اللي كتسمى طريق الموت، وعرقلة كبيرة السير، ولولا التدخل ديال الجنة لكان في المكان. طريق الموت وعرقلة كبيرة في حركة السير والمرور لولا تدخل ديال رجال الدرك الملكي بعين المكان، لما لقاوش الناس منين يدوزو بسبب تهور بعض السائقين. الحمد لله ما كاينش خسائر على مستوى الأرواح، فقط خسائر مادية السيارات. وكما قلنا لكم تدخل ديال رجال الدرك الملكي بعين المكان باش أنهم ينظموا حركة السير والمرور. تيقولوا ان السبب هو سيارتين ديال الاجره ياك سعيد؟ لا، سياره اجره الطوموبيله البيضاء دوكر دخلت في سياره اجره بسبب السرعه، دخلت في المرور وديك السرعه تهزات من القدام، طوموبيله اخرى شاده طريقه صدقات دخلت تحت منها. الناس غاديين في طريقهم، غاديين سايقين ساكن في القانون ديالهم، حتى الخريصهم طلع في الطوموبيل ومضروبين في الحيط. السيده اللي كانت راكبه القدام الحمد لله انا ما وقع عليها حتى شي حاجه، الحمد لله والشكر لله.